بعد هذا عندي سابعا، فالكلام الآن في سابعا، إذن المقطع السادس سابعا. وقد تحدث تيمية عن إمكان الرؤية بالعين في اليقظة وعدم استحالة ذلك، لكن الامتناع يأتي لعجز في تركيب عيوننا وأبصارنا. فلو أنعم الله على عبد من عباده فأعطاه قوة البصر في الدنيا لأمكنه رؤية الله تعالى وكما سيرى العباد، وكما سيرى العباد الله يوم القيامة. قال في منهاج السنة، ماذا قال؟ قال في منهاج السنة: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا. وإنما من الذي يقول ابن تيمية؟ لاحظ، أنا لا أتحدث من فراغ، أنا أتحدث عن علم، عن يقين، عن أساس، فأأتي بالكلام من مصدره. عندما أتحدث عن تسفيه ووهم وجهل ابن تيمية فأنا أئما أقول. قال في منهاج السنة: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤية الله. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيد الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جيد هنا، إذن ابن تيمية يقول الإمكان، إمكان الرؤية موجود، وإذا أنعم الله على عبد بقوة البصر فممكن أن يرى. وبعد هذا يتحدث عن رؤية الملك، يقول: إلا من أيده الله كما أيد نبينا. إذا حصل تأييد الله لعبد من العباد فيرى الملك ويرى الله وانتهى الأمر. وهنا خطوات. الأولى، الخطوة الأولى في سابعا، عندي خطوات. الخطوة الأولى أقول: بحثت كثيرا فلم أجد ما ذكره ابن تيمية لا في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا في الآثار، وعليه أقول: من أين أتيت به يا شيخ تيمية؟ الخطوة الثانية: وأنتم يا تيمية تقلبون الدنيا وتملؤونها صياحا وزعيقا إذا ذكر أحد الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الشيعة حديثا أو رواية لا تتوافق مع خرافاتكم وأساطيركم ولا تكون صحيحة حسب طرق الجرح والتعديل الإرهابية الفكرية الداعشية التي تسلكونها، بينما شيخكم يصول ويجول في الادعاءات الضعيفة والمزيفة والباطلة من أحاديث وروايات وآثار وإجماعات. فلماذا لا نجدكم أي رد فعل على هذه الادعاءات من شيخكم ومن أئمتكم المارقة؟ الخطوة الثالثة أقول، وهنا أقول لتيمية ولأتباعه: إن كان شيخكم وإمامكم لا يميز بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فكيف سيميز بين باقي الأمور؟ وكيف تجعلون مصائركم في الدنيا والآخرة متعلقة برقبته وهو بهذا المستوى من الجهل الذي لا يميز بين كلام الخالق وكلام المخلوق؟ وإذا كان عندكم كلام الخالق، إما خالق وإما لا خالق ولا مخلوق، عندكم في مبانيكم كلام الخالق، إما خالق أو على الأقل هو لا خالق ولا مخلوق، يعني كلام الخالق عندكم
ليس بمخلوق، فهو إما لا خالق ولا مخلوق، وهذه من بدعكم الخرافية الأسطورية، وإما هو خالق فهو إذن ليس بمخلوق، فكيف اختلط هذا مع كلام المخلوق؟ فلم يتمكن شيخكم من التمييز بينهما. والمصيبة مع هذه الضحالة الفكرية والتأزم الفكري النفسي، يأتي التيمية يحشر نفسه مع العلماء ويريد أن يباري أهل العقل والمعقول، أهل التنزيه والتقديس. خطوة رابعة، خلال بحثي في العديد من المصادر وجدت حديثا قدسيا يتضمن المعاني التي ذكرها ابن تيمية. التفتوا جيدا، إنه حديث قدسي، فإذا ثبت وصح فهو كلام الخالق، فهو كلام الله وليس البشر المخلوق، فهو كلام الخالق كلام الله وليس البشر المخلوق، وليس كلام موسى عليه السلام. فعن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية. التفت جيدا ابن تيمية، ماذا قال ابن تيمية؟ ماذا حكى ابن تيمية؟ ابن تيمية قال: خر موسى صعقا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. إذن نسب الكلام إلى من؟ إلى موسى. لنرى الحديث الذي وجدناه، وهو حديث قدسي عن ابن عباس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل: يا موسى لن تراني، إنه لا يراني أو لن يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى إجسادهم، كما في لوائح الأنوار السنية للسفارين الحنبلي والترمذي في نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية وجامع الأحاديث القدسية المجلد الثاني لأبي عبد الرحمن وكنز العمال جزء 14 والأتحافات وفي مسند الفردوس للديلمي. إذن الحديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا موسى لن تراني، إنه لا يراني، لن يراني حي إلا مات، فإنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق. بينما ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: قال موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. فنسب الكلام إلى موسى عليه السلام، فجعل الكلام لمخلوق، فجعل الكلام صدر من مخلوق، فهذا الكلام هو كلام مخلوق، بينما هو جاء في حديث قدسي، فهذا الكلام في الأصل هو كلام خالق، هو كلام الله، هو كلام خالق، فهو إما خالق وإما لا خالق ولا مخلوق، بينما ابن تيمية جعل هذا من كلام المخلوق فهو مخلوق. وخذ من التيمية الغرائب والعجائب. ومع كل هذا نقول: لا مشكلة لنا معهم، نحترم ما يعتقدون به وما يقولون به وما يفكرون به، هذا من شأنهم ومن اختيارهم، لكن نقول: هم ما داموا بهذه الضحالة، لماذا يكفرون الآخرين؟ لماذا يعتبرون أنفسهم هم الفرقة الناجية وباقي الفرق ليس فقط في النار، وإنما كلها مباحة الدماء والأموال والأعراض؟ نقبل بالتكفير، نقبل بأن نمنع من مفاتيح الجنة تكون خاصة فقط للتيمية حسب ما يدعون، لهم الدنيا ولهم الآخرة، ونحن نخسر الدنيا ونخسر الآخرة. لكن هذا الكلام اللفظي والإنشاءات والإدعاءات كل إنسان يستطيع أن يدعي، فالجانب اللفظي الإنشائي النظري ليس عندنا فيه مشكلة وليس لنا معه مشكلة. قولوا ما تشاءون، سجلوا ما تريدون من افتراءات وأكاذيب، لا يوجد مشكلة هنا، لكن المشكلة عندما ينعكس هذا إلى واقع الحال، فيكفر الناس في الخارج وتسفك الدماء في الخارج ويرتكب الإرهاب في الخارج وتسبى النساء والأطفال وتقتل الرجال وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض. هذه هي الطامة الكبرى، هذا هو طريق الشيطان، هذا هو إرهاب الدجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.